طيب يا شباب، هل انت بالنسبه للمثال هذا اللي حنعمله فيه بالضبط، انه بدنا الكيبورد هذه من خلالها ندخل باسورد زي مثلا ABC ونعمل انتر، البرنامج حيقول لك اذا كانت الباسورد صح حيقول لك كلمه المرور صحيح، اذا كانت غلط حيكتب لك للاسف كلمه المرور غير صحيحه، وفي زر هنا عوده الى الرئيسيه. خليني بس اشوف ايش الباسورد المحطوطه في البرنامج، هيها ABDC. تعال نجرب ندخل الباسورد الصحيحه، هي ABDC وهي انتر. حكى لك مرحبا بك، ليش؟ لانه دخلت الباسورد الصح. اي باسورد تانية بدخلها غلط بحكي لك غلط. وعودة للرئيسية بترجعنا على الصفحة الرئيسية. الفكرة الجديدة بهذا المثال، بدنا نعرف كيف الزر انتر، كيف الزر انتر هذا حيدخل او حيعمل مقارنة بين الكلمة المكتوبة في مربع النص هذا وكلمة المرور المخزنة في البرنامج. اللي حاعطيك اياه انا ملف فاضي زي هيك، الملف هذا فيه الرسم والبوتونز برضو موجودة وجاهزة، وهي زر الانتر ومصممين. طبعا البوتونز هذه لو لاحظت، خليني بس احط ستوب على اول فريم، هي هذه لاير جديدة علشان نحط فيها الاكشنات، وهي ستوب كنترول انتر. شايف لاحظ الزر كيف بيشتغل لما تحط الماوس عليه؟ في افكت بيطلع، شيل الماوس في افكت بروح. فكرة الماوس هذا بسيطة كتير، او فكرة البوتون هذا طلعش بصير. خلينا ادخل جوا البوتون هذا دبل كليك. الفكرة معتمدة على الاب والاوفر. في الاب في عندك موف كليب، هيو موف كليب سيمبل 6، وعلى الاوفر برضو في موف كليب هيو سيمبل 7، اسم تاني يعني موف كليب تاني. الموف كليب اللي على الاب لما ندخل جوا حنلاقي ايش بعمل؟ ايوه بيتحول من لون للون، هيعمل لك هنا شيب توين بينهم، بيبدا بلون معين وبينتهي بلون معين وعامل ستوب هنا. الموف كليب الثاني عكسه، ندخل جوا بيبدا باللون الاخراني اللي كان بادي هناك وبينتهي باللون الاحمر وبرضه عامل ستوب. ايش اللي بصير؟ فعليا انت لما تكون برا الماوس، الماوس برا البوتون، مين حيكون شغال؟ الاب، صح؟ حط الماوس فوق الزر حينتقل المؤشر الاحمر هذا على الاوفر، صح؟ لما يجي على الاوفر الموف كليب حيشتغل، حتلاقي اللون الاصفر تحول للاحمر. روح طلع الماوس عن البوتون، بيرجع اللي هو التايم لاين على الاب. في الاب ايش بعمل؟ بتحول من الاحمر للاصفر. إذا بدكم بعملكم ملف جديد وبنوريكم إياها، حابين تشوفوها؟ مش مشكلة، هي فكرتها بسيطة، يمكن مرت عليكم قبل. طيب خلينا نركز على موضوع اللي هي الانتر، اللي هي موضوع الجديد اللي حيستعمل الاف ستيتمنت، الجمل الشرطية في البرمجة. خلينا نشوف الكود بالأول وبعدين نروح ننفذه على البرنامج أو المثال الفاضي يعني. الكود عندك في عندنا مجموعة زرار، حكينا الزر هذا اسمه بوتون 1، هذا اسمه هاي بوتون بي، هذا بوتون سي، هاي هذا بوتون دي، هاي هذه انتر. طبعا بقية البوتونز مش مكملة، إذا بتحب تكملهم كملهم يعني، بس أنا عملت لك الأربع الأولانيات هدول للمثال. وهذا زر كلير برضو مش معمول، ممكن نعمله سهل كتير، هل يتب نعمله؟ وهي الانتر اسمه بوتون 2. لو فكرنا في بوتون A، ايش قصته بدها تكون؟ حاجة بسيطة، انه بوتون A بده يحط الرمز A او الحرف A على مربع النص اللي اسمه A. يعني عندك هذا البوتون اسمه بوتون 1، بده يكون له كود. الكود هذا بده يدخل الحرف A على مربع النص اللي اسمه A. على مربع النص تكست فيلد اسمه ايه، هاي كنترول انتر.
مفروض لما اضغط على هذا هيدخل ايه، اضغط عليه كمان مرة انتر او كليك بدخل ايه. طيب نروح نشوف الكود المربوط مع بوتون 1. الكود اكيد حيكون في نفس الفريم اللي فيها البوتون. هاي باليمين actions، هاي الاكشنز وهاي البوتون 1. البوتون 1 هذا مضيوف عليه كليك ايفنت للماوس، وبتشغل الفانكشن هذه، والفانكشن هذه هي موجوده هنا. الكود بتاعها شو بيعمل؟ بيعمل ايه، هذا اسم التكست فيلد، اسم التكست فيلد هذا، هذا التكست فيلد ايه. شو بيعمل فيه؟ بيعمل له ابند تكست ايه. أبند تكست هذه يعني هذه الجملة كلها على بعضها هي نفسها، وكأني كاتب زيك A dot text يساوي A dot text زائد A. هاي نكبر الخط. هاي الجملة هذه، الجملة هذه نفس الشيء. لو جيت تنفذ هذه الجملة وهذه مثلا عملنا عليها كومنت وقفتها، لما تعمل كنترول انتر بيعطيك ملاحظه هان، هي وورنينج مش ايرور، هذا وورنينج يعني بوقفش الشغل، الشغل بضل شغال عادي. لكن هو ايش بيحكي في الوورنينج هذا؟ بيقول انه appending text to a text field، يعني انك تدخل تكست، تدخل نص معين على تكست فيلد، هذا تكست فيلد اسمه، باستخدام البلس يساوي بلس هذه is many times slower than using the text field append. يعني جاب لك الفانكشن اللي هي ايش، هذه الجملة أبطأ من الجملة هذه. هي معنى الجملة المكتوبة او معنى الورنينج هذا المكتوب هيك، معنى انه هذه الجملة تنفيذها أبطأ من تنفيذ هذه. فهو بوصيك بدل ما تستعمل هذه استعمل هذه. انما الاداء نفسه يعني نفس الفانكشن، نفس الشغل، التنتين بيشتغلوا. فابند تكست حضيف الحرف A على التكست فيلد اللي اسمه A. طيب هذه سهلة عارفينها. الجديدة في الموضوع هي البوتون انتر، هذا البوتون اللي اسمه بوتون 2. اي بوتون 2، بنروح على الكود بتاعه نشوف ايش بحكي. بوتون 2 هاي الكود بتاعه، بيعمل listener على كليك ماوس كليك، وبشغل الفانكشن هذه اللي هي نفسها. ايش بتعمل؟ بتعمل عملية فحص شرط. الشرط هذا ايش بيفحص؟ اف بيفتح قوس، بعدين بكتب جملة الشرط، وبعدين بسكر القوس، وبيفتح قوس من نوع تاني، وبيكتب الامر هذا، بعدين بسكر البوس. مبدئيا هذه بدي الغيها، بدناش اياها، يعني هذه بدنا نشتغل من غيرها ونشوف شو تاثير هذه على الكود. هات نجرب. هاي كنترول انتر، احنا كانت الباسورد بتاعتنا هي A B D C، نكتب له A B C، هذه كلمه غلط تعتبر، يعني مش حيتحقق الشرط اللي هم. هاي نجرب نعمل انتر، بستجيبش ولا معاه خبر، مع انك انت حطيت له امر هان يعمل جو تو اند ستوب لاثنين، بس الامر هذا فعليا ما اشتغلش. السبب، السبب انه الشرط هذا ما تحققش. فبالتالي قبل ما نصل لجواب الشرط، يعني هذه معناها حيكون ما دون ذلك قبل ما نصلها، خلينا نحكي في موضوع الاف. الاف نفسها هذه الفائده منها انه كل الاكواد اللي بين القوسين هذول، هي القوس هذا والقوس هذا، الاكواد اللي بينهم كلها مش حتشتغل الا اذا الشرط هذا تحقق. لان الاف هذه شو بتعمل؟ بتفحص ما بين القوسين هذول، بتشوف هل فعلا الايد والتكست اللي هو مربع النص يساوي A B D C. إذا كان جواب السؤال هذا ترو، فحتلاقي هذه كلها فعليا بدالها حيجي كلمة ترو. الإف هذه إذا جاء، إذا لقت إنه نتيجة الشرط ترو
شو بتعمل؟ تشغل هذا الشغل، يعني هذا الكود كله حيشتغل. لكن إذا كان هذا ناتج الفحص كان فولس، يعني مش متساويين، متى بيطلع فولس؟ إذا هذه الجملة ما تحققت. يعني إذا كنت أنا كاتب في A دوت تكست حاجة تانية، زي توا مثلا كنت كاتب A B C، فهو فعليا ال A دوت تكست هذه بيعوض عنها، بشيلها وبحط بدالها ال A B C اللي أنا كتبتها، وبيجي بقارن هل هذه تساوي هذه؟ الناتج شو؟ فولس. فالإف لما تلاقي بين القوسين هذه نتيجة الفحص فولس، الكود هذا مش حيشتغل، حتى لو كان هان 100 جملة برمجية، كل الجمل هذه مش حتشتغل، إلا إذا كان هان نتيجة الفحص ترو. تعال نعمل له الآن هاي كنترول إنتر مرة تانية، وبدنا نكتب له زي الكلمة هذه، هاي A B D C. افترض الآن لما أضغط على الإنتر شو حيعمل؟ حيجي ينفذ الفانكشن هذه. الفانكشن هذه شو فيها؟ فيها جملة برمجية، جملة إف بتفحص إذا الـ A دوت تكست شو قيمته، هليت قيمته A B D C، هاي قيمته، هايها A B D C، هذه حياخدها ويحطها مكان هذه، وبعدين حيفحص هل هي بتساوي هذه؟ طبعا أكيد بتساويها، بالتالي الإف حتشتغل وحتشغل الجمل تاعتها، فالجملة هذا حتشتغل، حينفذ لك go to and stop لاتنين. هات نجرب، هاي انتر، go to and stop لاتنين راحت على مين؟ على فريم اتنين. طيب نيجي هليت لموضوع الإلس، ايش حكاية الإلس هذي؟ الإلس فعليا مجموعة الجمل التابعة للإلس حتشتغل لو الشرط هذا ما تحقق. بمعنى آخر، إذا أجا وفحص إنه الـ A دوت تكست ما بتساوي الـ A B D C، حينط عن هذا الكود وحيروح ينفذ الكود بتاع الإلس. كود الإلس موجود بين القوسين بتاعتها، أيوة بين القوسين هدول، يعني حتى لو كان مجموعة جمل برمجية هان، الجمل هذه كلها ما حتشتغل إلا إذا الإلس اشتغلت، والإلس بتشتغل لما الشرط الهان ما يشتغلش. يعني أنت بتقول إذا الـ A دوت تكست ما كانت بتساوي هذه الجملة أو هذه الكلمة، حينتقل للإلس حيروح منفذ الجمل تاعته. نجرب كنترول انتر، نكتب له كلمة غلط، هاي A A A B مثلا، لأن لما أضغط على الانتر حيجي شو يعمل؟ حيفحص الـ A دوت تكست بتساوي هذه؟ لا، وين حيروح؟ على الإلس، حينفذ الإلس. شو الإلس فيها؟ go to and stop لثلاثة، ثلاثة شو فيها؟ فيها للأسف. نجرب، فعلا انتقل للفريم ثلاثة، هاي اللي صار معه. طيب بنستعمل احنا التنتين يساوي مش واحدة، لانه الوحدة هذه بنستعملها في اوامر نقل القيمة. يعني بمعنى اخر، الجملة هذه او البوتون هذا مثلا، قلنا احنا قبل شوي انه نفس الابنت تكست هي نفس A دوت تكست يساوي A دوت تكست زائد الـ A. طبعا شو حيعمل هان؟ حيدمج الـ A دوت تكست مع الـ A، وناتج الدمج وين حيحطه؟ في الـ A دوت تكست. هذه شو عملت؟ نقلت قيمة من اليمين للشمال. هذه شو؟ assignment، يعني بتنقل القيمة. لكن هانا هذه فعليا logical operation، عملية منطقية، تعمل comparison، مقارنة. فالدبل يساوي هذا بيفرق عن هذا، انه هذا بينقل القيمة من اليمين للشمال، لكن هذا ما بينقلش قيم، بيقارن، والناتج يا بحط بداله ترو يا بحط بداله فولس.
هل الفرق بينها؟ هل لو فعليا انا حطيت وحده شو حيعمل؟ حياخذ القيمه هذه ويحطها هان، وبعد هيك حيشيل هدول كلهم ويحط القيمه هذه بدلهم. هذه القيمه الاف حتدركها ترو، حتصير تشغل معها ترو. اذا استعمال يساوي واحدة منفعش، لازم تستعمل تنتين عشان تعمل كومباريزون عشان الاف معك تشتغل. فهذه بنستعملها للمقارنات، هذه بنستعملها لنقل القيم من متغير لمتغير او من قيمة لمتغير. طيب بضل فكرة واحدة في المثال هذا، ايش الفكرة هذه؟ فكرة زر العودة. العودة هذا اسمه بوتون فور، مع أمر موجود في نفس الفريم. الأمر هذا بضيف كليك إيفنت لبوتون فور وبشغل هذه الفانكشن. الفانكشن هذه تعريفها وين موجود؟ موجود هيو، هان هاي تعريفها. هذا زر العودة شو بيشتغل؟ شو بيعمل؟ جو تو أند ستوب لواحد، لأنه عودة برجعنا على أول فريم. هيو هاي لما اضغط على عودة هاي رجع على اول فريم. فهي وظيفة البوتون. قالت ليش هادي؟ ليش؟ خلينا نحكي ليش حطينا اصلا هادي هان؟ ليش ما حطيناها مع باقي الاكواد في اول فريم؟ تعال جرب شوف. مزبوط كلامك، هو مش حينفع. ليش؟ تعال شوف. هاي مثلا نيجي للكود والجملة اللي هان هذه نحذفها. فعليا هاي نحطيته هان، شوف ايش الايرور اللي حيطلع لك. شوف ايش بحكي هان. Cannot access a property or method of a null object reference. مين هو النل اوبجكت؟ هو الاوبجكت اللي مش منشأ، اللي مش موجود. نل يعني مش موجود. عن مين بحكي؟ بحكي عن زر العودة. احنا عمال بنحكي له في الكود هان حط ايفنت من نوع كليك على بوتوم فور. هو طلع الايرور لانه لحتى الان هو ما شافش بوتوم فور. ليش؟ لانه هو لساته واقف وين؟ على الفريم الاول، وبوتوم فور على الفريم الثاني، ما جاش لسه. عشان هيك الجمله هذه بالذات اللي هي امر بوتوم فور بدنا نحطه وين؟ على الفريم الثاني عنده. كذلك نفس الشيء في فريم 3 في بوتوم 4 موجود، عشان هيك بنحطه. هيو هيو في فريم 3 برضه موجود. الفانكشن اذا بدك اياها تحطها في الفريم الثاني ماشي الحال، حطها حطها هان، حطها بمشي الحال، مش مشكله. الفانكشن ما بتفرق. طيب انا هلا حروح للملف الفاضي هذا اللي انا حاعطيكم اياه تشتغلوا، حوريك من البدايه. او في فيديو ثاني انا مسجلك اياه ومرفوع على يوتيوب، في فيديو بيشرح كيف تعمل هذه، بس هذاك الفيديو من غير صوت موجود على يوتيوب. هيو على الرابط. هي هذا الجمله الشرطيه اسمه، هذا بيشرح بس ما يعني بوريك كيف الطريقة اللي حتطبقها على الملف الفاضي. أنا هليت حاعطيك الملف الفاضي، هذا الملف الفاضي حاعطيك إياه، هذا فيه البوتونز مرسومة، ما عليك إلا تحط الكود بتاعه منيح. فأنت حتستعمل أكواد. الفيديو هذا بيشرح لك كيف الأكواد هذا حتحطها، كيف الأكواد هذا حتحطها، يعني هو بيشرح لك الطريقة. 上海。